الفن في مواجهة الدمار، الموسيقى في مواجهة الخراب، والإبداع في مواجهة الفوضى. أكثر من 100 مبدع ليبي يشاركون في مهرجان أنام المبدعة، الذي يعتبر الأول من نوعه في العاصمة الليبية طرابلس، والذي يبشر بعودة الحياة الثقافية إلى طبيعتها. المنظمون أكدوا أن نحو 40 موهبة وصلت للمرحلة النهائية من بين 100 متسابق حضروا المهرجان. هذا المشروع انطلقنا فيه في عام 2016، يهتم بالمواهب ذوات الكتابة والإلقاء والتمثيل وغيره، كي يهتم بهم عن طريق 3 مراحل. المرحلة الأولى هو تقييم المشاركين يعرفوا مستويات، المرحلة الثانية اللي خدت منها 20 شهرين ودربنا فوق 40 مشارك شباب وفتيات في مجال مواهبهم، ثم المرحلة الثالثة هو مهرجان أنام المبدعة المقام الآن. الزائرون للمهرجان أثنوا على الأنشطة المتعددة التي يضمها، وخصوصاً فكرة تبني وصقل المواهب الشابة، وطلبوا بتعميمها في كافة أنحاء ليبيا. الفكرة كانت ممتازة جداً، رائعة، شبه يعني أنا الفكرة هذه بعد ما استفسرت عليها كانت أكثر فكرة يعني عجبتني. أول مرة نشوفها إن هم يأخذوا المواهب ويدربوهم وبعدين يعرضوهم بالطريقة هذه ويدربوهم لمدة سنة، فعجبتني الفكرة الصراحة. مهرجان أنام المبدعة رسالة صريحة يوجهها الشباب الليبي للجميع بأنه يعشق الجمال ويرفض الفوضى.